ما حكم تحديد النسل بعد 4 أطفال بسبب الجهد والمسؤولية مع القدرة المادية؟ إذا لم يكن هناك ضرر محقق على الأم ففعلك مكروه، والاستكثار من النسل أمر محمود لقول الله تعالى ممتنا على بني إسرائيل وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ولأن شعيبا عليه السلام ذكر قومه بمنة الله عليهم فقال اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المجرمين.